فاطمة ما هي بنت المصطفى والبتول العالمة مو رضاها من رضا الرحمن جبار السماء والغضب هتسعرت لجل نار حاطمة بليل وحشة ومظلمة ليش دفنا وفاطمة ما هي بنت المصطفى والبتول العالمة مو رضاها من رضا الرحمن جبار السماء والغضب هتسعرت لجل نار حاطمة وانا قبر الزهرة وانا اثارها شلون بنت المصطفى مخفي قبرها وانا قبر الزهرة وانا اثارها شلون بنت المصطفى مخفي قبرها وصفا مسألة تاريخ محتار بأمرها 1400 وأكثر من عمرها ما عرفها أصعب القضايا لأنها في البرايا أول البلايا وافجع الرزايا أصعب القضايا لأنها في البرايا أول البلايا وافجع الرزايا أول البلايا ليش دفنا وفاطمة بليل وحشة ومظلمة ليش دفنا وفاطمة بليل وحشة ومظلمة اسألي الصدر الذي طلع من مهاشم اسألي الصدر الذي ضل عين من مهشمة اسألي العين التي لطمتي ومنها الدمى سالت بفعل اللطوم واصبحت متورمة واصبحت متورمة فاطمة الأملاك تستأذن عليها على باب الدار تطلب إذن لها فاطمة الأملاك تستأذن عليها على باب الدار تطلب إذن لها أم بيها والعجب لعرب ما حفظت نبيها
بنار دار المرتضى شبوها فيها. والعجب لعرب ما حفظت نبيها. بنار دار المرتضى شبوها بيها. بنار دار المرتضى شبوها فيها. وهي بيها عجب ما رعاها صوت لوعاها والسفر وعاها ويلي سقطا. عجب ما رعاها صوت لوعاها والسفر وعاها ويلي سقطا ويلي سقطا ويلي سقطا. ألا من مناد يا زهراء السلام عليك سيدتي بليل وحشة وظلمة ليش دفنا وفاطمة. بليل وحشة وظلمة ليش دفنا وفاطمة. ما هي بنت المصطفى والبتول العالمة. مرضاها من رضا الرحمن جبار السماء. مرضاها من رضا الرحمن جبار السماء. والغضب هتسعرت لجل نار حاطمة. والغضب هتسعرت وانا قبر الزهرة وانا اثارها. شلون بنت المصطفى مخفي قبرها. وانا قبر الزهرة وانا اثارها. شلون بنت مصطفى مخفي قبر. وصفها مسألة تاريخ محتار بأمرها. 1400 وأكثر من عمرها. ما عرفها أصعب القضايا لأنها في البرايا. أولي البلايا وافجعي الرزايا. أصعب القضايا لأنها في البرايا. أولي البلايا وافجعي الرزايا. وافجعي الرزايا. ليش دفنا وفاطمة بليل وحشة ومظلمة. ليش دفنا وفاطمة بليل وحشة ومظلمة. اسألي الصدر الذي طلع من مهشمة. اسألي العين التي لطمت ومنها الدمى. سالتي بفعل اللطم واصبحت متورمة. واصبحت فاطمة الأملاك تستأذن عليها.
ذليها أم أبيها والعجاب لعرب ما حفظت نبيها بنار دار المرتضى شباها فيها وهي فيها وهي فاطمة الأملاك تستأذن عليها على باب الدار تطلب ذليها أم بيها والعجب لعرب ما حفظت نبيها بنار دار المرتضى شبوها فيها وهي بيها عجب ما رعاها صوت لوعاها عجب ما رعاها صوت لوعاها وسف روعاها ويلي سقطوها ويلي سقطوها احتارت القلب من فعل الأصحاب احتارت القلب من فعل الأصحاب شلون واحد يرضى فاطم يضربوها شلون واحد يرضى فاطم يضربوها يعتريهم عار عصبة الأشرف هل في قاموس الشجاعة يحسبوها احتارت القلب من فعل الأصحى شلون واحد يرضى فاطم يضربوها يعتريهم عار عصبة الأشرف هل في قاموس الشجاعة يحسبوها بالجزيل والنار حاصروها الدار ويعرفون ان النبي طه ابوها من اجل اللي حجر احتمت بالباب من اجل اللي حجر احتمت ولي بين الباب وجدار عصروها ولي بين الباب وجدار عصروها اي بالجزيل والنار حاصروها الدار ويعرفون ان النبي طه ابوها من اجل اللي حجر احتمت بالباب ولبين الباب وجدار عصروها ولبين الباب وجدار عصروها هالذي صار وجرب أمر الخليفة والمخطط من فعل يوم السقيفة غصبوا حق الخلافة والعفيفة فاطمة وذات المكانة الشريفة هالذي صار وجرب أمر الخليفة والمخطط من فعل يوم السقيفة غصبوا حق الخلافة والعفيفة فاطمة وذات المكانة الشريفة فاطمة وذات المكانة الشريفة للوصي عون وسند كانت كسيفة هجموا عليها بغدر هجمة عنيفة للوصي عون وسند كانت كسيفة هجموا عليها بغدر هجمة عنيفة طه بعجل نجمة أفال حين اللي ظل بالمغتسل
جار الزمان بم الحسن بعظم المحن غدر وفتن جريمة عظمى بالفعيل جريمة عظمى بالفعيل سيوف وحطاب نار مجزيل والمحسن السبط الجنين يستشهد بإثر القتيل ناوي الأمور قاد الوصي مقيدين بالحبيل ناوي الأمار قاد الوصي مقيدين بالحبيل هذه البتولة ثورة الحق والنضال ما قالت إني امرأة دون الرجال هذه البتولة ثورة الحق والنضال ما قالت إني امرأة دون الرجال ما قالت إني امرأة دون الرجال ما قالت إني امرأة جريمة عظمى بالفعيل سيوف وحطاب نار وجزيل جريمة عظمى بالفعيل سيوف وحطاب نار وجزيل والمحسن سبط الجنين يستشهد بإثر القتيل ناوي الأمار قاد الوصي مقيدين بالحبيل مقيدين بالحبيل هذه البتولة ثورة الحق والنضال ما قالت إني امرأة دون الرجال هذه البتولة ثورة الحق والنضال ما قالت إني امرأة دون الرجال فاطمة الأبية رمزي للتصدي والنبي أبوها صانع التحدي فاطمة الأبية رمزي للتصدي والنبي أبوها صانع التحدي فاطمة الأبية رمزي للتصدي والنبي أبوها صانع التحدي.